وميزانيتنا احنا كم؟ 170 175 مليار دولار، 175 مليار دولار. اذا 175 مليار دولار مقارنه باسبانيا واللي هي 1600 مليار، مقارنه بفرنسا اللي هي 3200 مليار مقارنه بالدول الاخرى، يعني لا وجه المقارنه. اعطاني مثال بالدارجه، كنت فاهمني بالدارجه، قال لي بالدارجه، قال لي انت عندك لتر تاع غبره حليب، يعني عندك لتر ما يسمى يعني الحليب، عندك كميه تاع حليب كي تخلطها بالماء تعطيك لتر حليب صافي، حليب صافي يعني بيان. قال لي لك انت تحتاج اكثر، انت عندك اولادك يشربوا لترتين، واش لازم الحل؟ قال لي انت بالنسبه لك انت عندك كميه تاع غبره تاع حليب تكفيك لتر حليب صافي 100% يعني مغذي، لكن لتر تاع حليب ما تكفيكش. قلت له كفاه واش ندير؟ قال لي انت عندك اولادك يشربوا زوج رواتب، زوج قراع لازم تعطيهم زوج قراع، واش لازم ندير؟ تنزل لهم الماء. قال لي هذا هو الحل، قال لي هذا هو الحل، يسموه التضخم. انت عندك ميزانيه تكفي لي طا من الشعب باش توكل الشعب الاخر، لازم تنزل لهم الماء، يولي حليب ناقص كالسيوم، ناقص بوتاسيوم، ناقص كذا ناقص كذا، ولكن يبان لك القرعه حليب، لكن هو مش حليب 100%، يعني مش حليب 100%. راك زدت له الماء 100% ولا زوج رواتل، وبالتالي يعني كيما يقول لك الناس القيمه الغذائيه تنقص، الطعم ينقص، ولكن اللون والشكل يبقى لك مليح. قلت له زيد فهمني اكثر، قال لي زيد فهمك اكثر بالعقل. قال لي احنا عندنا في 2017، قال لي الجزائر كانت تمر بأزمة اقتصادية، أزمة اقتصادية، كان عندنا الاحتياطي في الخزينة العمومية كان صفر، قال لي عندنا صفر الاحتياطي. قال لي جات حكومة عبد المجيد تبون اللي كانت فيه أزمة، قال لي لكن عبد المجيد تبون قال لي لم يذهب إلى الاستدانة الداخلية أو الخارجية، قال لي فض، قال لي ولكن قال لي زاد، قال لي صح هو جنب البلاد الاستدانه، ولكن زاد ازمه يعني الديون زادت، العمال كانوا ما يخلصوش، الاقتصاد كان عندنا يعني شويه تذبذب كذا كذا، قال لي ما قدروش. اذا رئيس الجمهوريه قال لي اضطر انه يغير الحكومه وجاب احمد ويحيى في شهر سبتمبر. قال لي لكن كان كاين عنده ديون من شهر جوان تقريبا، ديون اللي لازم يخلص، يعني كاين مثل ما نقولوا أزمة اقتصادية داخلية لمدة 6 شهور، يعني يحسبوها من جوان إلى 31 ديسمبر 2017. في ذيك الفترة ويحيى لم يجد من حل إلا الطباعة، اللي هو شنو هي؟ نزيدوا ريتلة تاع حليب، ريتلة تاع ملح حليب، هذه اللي فهمني فيها. قال لي معناتها ويحيى راح للحل الثاني، يا إما يروح يسلف من عند جارو الغبرة ويولي مودان، قال لي يا ودي حبيبك سلف لي ريتلة تاع حليب باش نشرب ذري زوج قراع حليب، ويولي جارو يسالو كل يوم طبطب عليه، اسمو عم يعطيني الغبرة تاعي، يعطيني الغبرة تاعي. قال لي اذا ويحيى فكر في حاجة، قال لي يا ودي لا، نعطيهم حليب ناقص للذراري، نزل لهم الماء، نخلطوا هذه في هذه، نعطيهم نحشي لهم ونخليهم. مهم واش راح دار؟ طلب من البرلمان في 2017، طلب منه رخصة لطباعة الأموال. واش معناتها طباعة؟ هي زيد الماء للحليب، يولي زريط، يولي مايه، لكن مش حليب غذائي مقارنة بالعملة الصعبة اللي عندنا الدولار. قال لي ويحيى يطلب رخصة من عند البرلمان، اللي هاي وين الرخصة؟ قانون اللي راهو أمامنا، القانون هذا وش يقول؟ خلونا نقراه بالتفصيل بالعقل. القانون هذا يقول إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما كذا وكذا، وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان، وش يقول؟ المادة الأولى، تتم أحكام الأمر رقم كذا وكذا 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 متعلق بالنقد والقرض مقرر تحرك كما ياتي. الماده 45، بغض النظر عن كل الاحكام المخالفه، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمده 5 سنوات بالشراء مباشره مع الخزينه السندات الماليه التي تصدرها هذه الاخيره من اجل المساهمه على وجه الخصوص في تغطيه احتياجات تمويل الخزينه، تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. ثم تنفذ هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة، توازن ميزان المدفوعات، وكذا وكذا وكذا. بمعنى أنه حسب ما فهمي وفهمكم، أنه يحيى راح للبرلمان
وناقش مع نواب البرلمان يقول قال لهم يا جماعه لازم تعاونونا في اصدار قانون اننا نطبعوا الاوراق الماليه، نروحوا نطبعوا الاوراق الماليه باش نغطيو السوق، نخلصوا العمال، نخلصوا كذا، نشريو ونديروا كذا الامور الداخليه لمده 5 سنوات، لانه عندنا عجز في الميزانيه وعندنا عجز في الاحتياطي اللي هو صفر لفتره. اعطوني رخصه تاع 5 سنوات وانا اعدكم انني نطبع ما يعادل 500، خلينا نعطيكم بالضبط الرقم لانه عندي الرقم، قال نطبع 570 مليار دولار دينار، 570 مليار دينار جزائري نطبعوهم من المطبعه، نبريميو الدراهم ما يعادل الكتله النقديه 570 مليار دينار. النواب طبعا تاع نعم سيدي نعم سيدي وافقوا، قال لك نعطيكم 5 سنين شغل داروا مزيه وافقوا. بقينا نمشيو ذاك القانون من هذاك التاريخ، ويحيى هو يطبع في الدراهم، شاد لامبريمونت ويمبريمي، اشتراك اشتراك اشتراك، خرج دراهم خرج دراهم، ولات الدراهم كاين، لكن الدراهم هذوا على حساب اقتصاد البلاد. هذو الدراهم كانوا يطبعوا لمده 5 سنوات، معناتها من 2017 الى غايه 2022 جات حكومه جراد الاولى والثانيه، حكومه بدوي طبعا موراها وكذا، وكلهم كانوا يطبعوا في الدراهم، واحد ما حبس دراهم. يعني اللي يقول لكم في وقت جراد او في وقت حكومه جراد الاولى والثانيه ما كانوش يطبعوا، لا كانوا يطبعوا، بصح كانوا يطبعوا شنهي تحت قانون ويحيى 2017، ويحيى هو اللي دار القانون، هو اللي كان يطبع في الدراهم، خلينا نطبعوا الدراهم. السؤال مطروح بعد 2022 هل توقفت الدولة الجزائرية عن طباعة الأموال؟ الجواب لا، لحد الآن ما زالنا نطبعوا في الأوراق. الفرق ما بين الماضي والآن أنه الماضي كان قانون يحمي، والبرلمان صادق على القانون في جوان 2000 أو سبتمبر 2017 اللي صادق على القانون، بينما الآن رانا ماشيين بالأردنوس تاعو يحيى. يعني لحد الآن المطبعة الجزائرية هي تطبع في الملايير على قانون ويحيى. لم تصدر الدولة الجزائرية قانون يوقف قانون ويحيى، كما أنها لم تصدر قانون يعطي الصلاحية لحكومة العرباوي أو غيره أنه يصدر أموال. يعني الآن رانا نطبعوا في الأموال مارشي نوار خارج إطار القانون، وهذه الحقيقة اللي ما يحبوش نقولوها، حقيقة أننا لحد الآن في عجز مالي ونطبعوا في الدراهم وقاعدين نوزعوا وقاعدين نفرقوا بوش دروات ويدوا فيها الأتراك، يهربوا فيها لتركيا اسطنبول، يدوا فيها الشناوي يهربوا فيها البكين، وامسح على ظهر قانون 2017 ماركي على قانون 2017 وقال أنا خاطيني ويحيى هو اللي قال اطبع. أوكي ويحيى هو اللي قال اطبع، إذا خرجوا لنا قانون قال ممنوع طباعة، خرجوا لنا قانون في الجريدة الرسمية مثل ما فعل ويحيى. ويحيى بعيوبه بخماجه ما يسواش بصلة، ولكنه كان شفاف، راح البرلمان وقال عاونوني اعطوني 5 سنين، كملت 5 سنين لكن الدوله ما زالت تطبع الاموال وما زالت تتفرج في صكوك الغفران بدون اي سند قانوني. هل يوجد سند قانوني يوقف هذه العمليه الانتحاريه؟ لا. انا لما قلت لكم قبل 2 أو 3 سنين اي رئيس جمهوريه ياتي بعد تبون لن يستطيع حل الازمه، انا قلت لكم قبل 2 قلت لكم للاسف الشديد الان الوضع الحالي الجزائري، الحصار اللي رانا فيه والعزله اللي راهي فيها الجزائر، لو يجي استغفر الله ربي عمر بن الخطاب او علي بن ابي طالب يحكم الجزائر ما يقدرش يحل الازمه، ولا يستطيع اي احد ان ينافس تبون. وانا قلتها المترشحين ممكن يزعفوا مني يزعفوا، لاننا في منطق اللي ورطنا يخلصنا، احنا في توريطه حقيقه، في توريطه ليست توريطه سياسيه فقط، توريطه اقتصاديه، رانا في طريقة اقتصادية، ولا يستطيع أي رئيس قادم أنه يحل الأزمة إلا إذا صارح الشعب بالحقيقة ويقول الحقيقة أننا أمام أزمة وعلينا أن نتعاون. الاقتصاد تحطم، الثقة ما بين المواطن والحاكم تحطمت، سيطرة الإرهابيين المتطرفين زادت، والآن رؤوس الأموال بالملايير هي عند الإسلاميين اللي ما عندهمش رحمة ربي وما يسلفوش للدولة، لانه نسبة الاموال اللي راهي في الشكاير عند جماعة عليها نحيا عليها نموت 45% من القيمة النقدية الجزائرية، 45% من الدراهم تاع الدولة الجزائرية راهي عند تجار الجملة اللي هما مجمعة عليها نحيا عليها نموت. هذه القيمة المالية اللي راهي عند عليها نحيا عليها نموت جماعة الاسلاميين من فوق سكنة ومن تحت حانوت، وقتاش يخرجوا الدراهم هذه؟ يخرجوا في الانتخابات البرلمانية القادمة اللي يبداو يصرفوا على الفقراء الزيت والسكر والملح واسواق الرحمة تاع 1990، وابني وما كانش يهضر معاك، كونوا ما كانش يهضر معاك، حتى يشروا ذمم القاشي ويقولوا صوتوا علينا نعطوكم الخبز وندخلكم الجنه.
الانتخابات البرلمانية فيها نعطوكم الخبز وندخلكم الجنة، وراح يفوزوا بالانتخابات البرلمانية القادمة، وراح يكون أغلبية من اليمين المتطرف اللي هم الإسلاميين اللي راح يسيطروا على البرلمان، وبالتالي يدخلوا البلاد في حيط. وهذا ما أحذر منه. باراسيتامول اللي راه يتمد فيها الحكومة الآن، أنه التوابية والنمو مرتفع الدنيا هذه كلها للأسف الشديد، لكلها للأسف الشديد أرقام غير صحيحة، بل هي طريقة للبلاد، وهي تمهيد باصات أحمر للإسلاميين الذين يستحوذون على 45 من قيمة النقدية الجزائرية اللي راهي عندهم في شكاير في ديارهم، مش في البنوك، في ديارهم مخبينها، يخرجوها وقت الانتخابات يشريوا بها أصوات الناخبين، هذا يعطوا مليون، هذا جملين، هذا كذا، يشروا بها أصوات الناخبين باش يربحوا أصوات في البرلمان وأصوات في الانتخابات المحلية، ويسيطرون على الساحة تمهيدا لدخول الفاتح الأعظم أردوغان إلى الجزائر، اللي راهو الآن مسيطر على الجزائر. أردوغان وجماعته مسيطرين على الجزائر، لكن 2025 راح يسيطروا بقوة. النقطة المهمة اللي أنا بصراحة تغافلتها لكن ذكروني فيها الخبراء، قال لي بن زديرة تتكلم تقول باللي في فترة الشاذلي كانوا اللوبي الفرنسي مسيطر على الجزائر، ومن بعد في وقت بوتفليقة جاء اللوبي الإماراتي سيطر، والآن اللوبي التركي سيطر. قال لي نعم هذه الفكرة صحيحة، قال لي ولكن ما تنساش أن اللوبي الفرنسي ما زال يسيطر، واللوبي الإماراتي ما زال يسيطر، وزاد اللوبي التركي. يعني الآن راهم ماخذين ثلاثة. في وقت الشاذلي كانت ماخذتنا فرنسا، عقد علينا فرنسا. في وقت بوتفليقة ولات عاقدين علينا زوج، فرنسا والإمارات. الآن راهم عاقدين علينا ثلاثة، فرنسا والإمارات وتركيا، وزد معاهم الصين بطريقة غير مباشرة. رانا عاقد، راهم دايرين الشرع، ماخذين ربعة. كل واحد مادي حقه من جهة. متى نستقل؟ ونصبح دولة ذات سيادة اقتصاديا. ما يحكم فيها لا الفرنساوي لا الإماراتي لا التركي. متى؟ علينا أن نفكر في مستقبل البلاد، ولا نرهن رقبتنا وحاضرنا ومستقبلنا للاستعمار الجديد اللي هو استعمار اقتصادي. هو استعمار قديم جديد، استعمار اقتصادي، هو لأنه فرنسا احتلت الجزائر اقتصاديا قبل ما تحتل سياسيا وعسكريا. احتلونا، جاوا دوسنا معاهم على جل القمح، ما حبوش يخلصونا وكلاونا وكذا، والبا يضربهم ولا الدا يضربهم بمروحه، وعشينا في السنجيم وحيس بيس. الاستعمار الاقتصادي هو الاخطر، الذي يتحول استعمار سياسي ثم عسكري ثم امني ثم اذا علينا ان نراجع حساباتنا، علينا ان نراجع حساباتنا. اقول هذا الكلام لانني اتخوف من سيطره اصحاب المال الفاسد اللي مازال ما خرجوش، أصحاب 45% من السيولة النقدية اللي راهي عندهم في شكاير في ديارهم، أصحاب تجار هذا حرام وهذا حلال، تجار هذا حرام وهذا حلال، اللي ما يأمنوش بالربا زعما ما يأمنوش بالضريبة ويأمنوا كذا، راه عندهم أموال طائلة بالملايير يلعبوا بها، يخرجوها وقت الانتخابات، يخرجوها وقت الانتخابات ويشريوا ذمم الناس اللي مشتاقين قرعة ماء، اللي مشتاقين تيبانة خبز، اللي مشتاقين دواء باكيت تاع دواء، يشري له الدواء ويوكلوا خبز ويشبعوا عدس وروز ويقولوا روح صوت عليا، مثل ما فعل في 1920. 1920 كانوا فاتحين اسواق الرحمه ويمدلهم في الكادوات ويمدلهم في كذا ويمدلهم في كذا ويمدلهم في سكوك الرحمه، سكوك الجنه، قال انت تدخل الجنه، صوت على الفيس تدخل الجنه. الان نفس الشيء في 2025. البارح بن قرينا قال لكم انا المؤذن، دخلنا ربي والرسول في الانتخابات وفي السياسه، قال لكم انا المؤذن لكن الامام لا، اوكي الامام، انا نقول لكم روحوا تصلوا في الامام اللي يصلي بكم في 7 جويلية تعرفوه. انا على بالي شكون الامام اللي تقصد فيه، تقصد تبون هو الامام، امر هذا غير مقبول. اذا كان الامام هو تبون المؤذن هو بن قرينة ما نصليش، انا ما نصليش، انا كافر، انا شخصيا لا اصلي المباشر، وساعود لهذا الموضوع في الوقت المناسب. اوكي زيد نكمل باش ما خلطش الحاله وما نخرجش على الصف وكذا. زيد عندي واحد الهضره كنت نحب نهضرها بصح خليها من بعد